بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع القول أن الاحتلال يعزز المفاصلة مع النظام الخليفي، رقم واحد. رقم اثنين، الاحتلال يفقد أي خيط وأي أمل للتصالح مع النظام الخليفي أيضا، يعني هو يعزز الذي يتبنى رأي المفاصلة مع النظام، وثانيا يفقد أي أمل للتعايش أو التلاقي مع النظام الخليفي. الأمر الثالث يبين مدى الإجرام الذي يرتكبه النظام السعودي بشعارات إرساء الإسلام ودعم الشعوب المحتاجة. يعني من الواضح جدا أن الثورات أظهرت النظام السعودي والقبيلة السعودية على حقيقتها الإجرامية في التسلط وفي الهيمنة وفي محاربتها للشعوب، حيث أنها هي من تقيد الثورة المضادة ضد تحرر الشعوب أو وصولها إلى مرحلة ديمقراطية. الأمر الرابع، أتصور أن الناس باتت على قناعة أكثر أن عليها ليس خيارها بل عليها وواجبها أن تقاوم، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا. والمقاومة، كل شعب يتعرض إلى الاحتلال في أي بلد في العالم وعلى مدى التاريخ لا بد أن يقاوم من أجل تحرير أرضه. لن تتحرر البحرين بفعل مواقف من منظمات دولية أو بفعل بيانات استنكارية، وها نحن رأينا مئات إن لم أقل الآلاف من البيانات والتنديدات والتقارير التي لم تفرج عن سجين ولم تغير واقعا، فما بالنا بالاحتلال الذي لن يخرج إلا بسواعد أبناء البلد. هو الاعتصام ليس رسالة، الاعتصام هو وقوف، يعني نحن مع شعبنا في مسيرة نضاله وثورته ومقاومته. أقل الواجب هو أن تقف أمام سفارة الاحتلال لكي تقول ليس في البحرين شعب البحرين يقول، شعب البحرين يتحدث في البحرين ويتردد صداه في كل العواصم. نحن صدى صوت هذه الثورة، نقول ما يقوله الثوار في داخل البحرين، لا للاحتلال السعودي. فليخرج السعوديون من أرضنا، من أرض البحرين، فليسقط النظام الخليفي. من حق شعب البحرين أن يعيش حرية، الحرية والكرامة. هيهات لشعب البحرين أن يقبل الدلة، هيهات أن يحكمه الدكتاتور حمد. كل هذه الشعارات صدى صوت الثوار والمناضلين والجماهير والشعب في داخل البحرين، نرددها بمختلف اللغات بما نستطيع من إمكانيات. طبعا هي في لها تأثيرات ربما على الحالة العامة الاجتماعية، يعني تؤكد إلى الثوار، إلى البحرانيين في الداخل أنهم ليسوا لوحدهم، وإنما المغتربون والنشطاء وأيضا المتضامنون من الجاليات المختلفة أيضا معهم في هذا المشوار وفي هذا الطريق، وبالتالي ربما تتقوى العزائم، تحفز الهمم. نعم. هذه عملية تعاضد، عملية تضامن، عملية واجب. يعني نحن لا نرقب نتيجة مادية من وقفتنا هذا، لا ننتظر أموالا ولا ننتظر شكرا ولا ننتظر أجرا، وإنما نؤدي واجبا.